انتي بجد ازاي كده؟ ممكن اسألك سؤال؟ اتفضلي. انت علاقتك ايه بربك؟ ها؟ يعني ايه؟ ربنا خلقنا بحيث ان غذاء روحنا يبقى كلام ربنا والذكر بكل انواعه، ولو متضايق او مخنوق او حياتك مش متظبطة لازم طول الوقت تراجع علاقتك بربنا، وابسط حاجة تصلي. الصلاة بتخلق الهدوء والسكينة في النفس وبتغفر الذنوب كمان. بلع وليد ريقه وكانت شفق بتتكلم بأسلوب هادي، جذبه وأقنعه جدا. واتكلمت شفق وقالت: سامع صوت الأذان، دي بشرة حلوة ليك. وليد حس بكلامها واقتنع بيه وقام علشان يروح المسجد يصلي، وكانت بداية طريق وحياة جديدة ليه. مرت أسابيع وشفق ووليد ما تقابلوش، وتعودت شفق طول الفترة دي تقعد جنب حوض الورد لحد وقت الغروب. وفي يوم وهي قاعدة افتكرت وليد، وافتكرت كلامه معاها وازاي كان مستفز ومتكبر، لكن مع كده هو الوحيد اللي حرك قلبها واختاره يدقله. حست شفق بحد جه وقعد جنبها على الارض فوق النجيل الاخضر، اتخضت والتفتت بسرعة. ايوة وليد بعد غياب، والاول مرة ترفع عينيها في وشه، وقالت بلهفة: وليد. ورد بنفس اللهفة وقال: اول مرة اعرف اني اسمي حلو كده. ابتسمت ونزلت نظرها وقال لها: طب ينفع اقول وحشتيني؟ هزت راسها بأيوة وبنفس الابتسامة وقالت: شكلك اتغير للأحسن، اللي تدخل حياته ملاك زيك لازم يتغير للأحسن، مش للدرجة دي. هو أنا عملت إيه يعني؟ كنت ماشي في عتمة وبتخبط يمين وشمال، وانتي نورتي لي الطريق، اديتيني روشتة تحل مشاكل كتير، ونفسي ألاقي روشتة مناسبة ليكي. ليا أنا؟ روشتة لوحدتك. حاسس دايما بحزن مدفون جواكي، الوحدة صحيح بتقتل قوي، بس المشكلة ان ما ينفعش تدي مساحة لحد انه يقرب. دايما اللي يقرب لدرجة معينة بيبقى ليه حق يعرف اكتر واكتر، بس اللي هيعرف اكتر مش هيفهم صح. فاختار اعيش بوشين، وش شيك وكلاس وارستقراطي، ووش تاني بسيط حقيقي. انا واحدة بسيطة من منطقة شعبية، من اللي بيسموها لو ستاندرد. والدي كان عامل في مصنع وعنده ورشة نجارة، بيشتغل الصبح وبعد الظهر علشاننا، رباني وكبرني وعلمني لحد ما اتخرجت، وهو اللي جاب لي شغلتي في المدرسة دي عن طريق واسطة كان يعرفها، وقال لي انا حطيتك على الطريق وكملي انت الباقي بشغلك ومجهودك. ومن يومها وانا بشتغل اكتر واكتر ومحافظة على شكلي، بس كان تمن واحدة كبيرة قوي. كانت بتتكلم بعيون بتلمع بالدموع، وسألها وليد وقال لها: مالكيش اخوات او قرايب؟ انتبهت فجأة وكأنها كانت مغيبة وهي بتحكي، وبقت مترددة وخايفة بشكل واضح. وتكلم وليد وقال لها: خلاص خلاص ما تتكلميش، بس لما تحس انك قادرة تكملي وتحكي انا تحت امرك. بص في ساعته وقام وقف وقالت: ما تخليك شوية. حس بسعادة جديدة وقال لها: يا دوب صلاة الفجر وبعدها ورايا حاجات تانية، وبعدين يا دوب زمان شافك صحيت من النوم. بصت له بتعجب وقالت له: وانت عرفت منين؟ سكت شوية وقال بتردد: أكيد طبعا نايمة، أمال هتسيبك تقعدي لوحدك إزاي؟ هزت راسها بأيوة بتفهم، رغم إحساسها بأن الإجابة دي ليها تكملة، لكنها ما سألتش. وقفت شفق ومشيت ونادى عليها وقطف وردة جميلة وقدمها ليها، أخدتها بابتسامة واسعة وسعادة جديدة. ما كانش متوقع وليد سعادتها بوردة للدرجة دي. وفي يوم كانت بالليل في بيت أبوها، كانت قلقانة وخايفة كعادتها، بتحاول تفتكر ملامحه أو أي موقف جمعهم جايز تقدر تسيطر على خوفها وتنام في هدوء. لكن فجأة سمعت صوت دوشة، قامت مزعورة وبتنهج بشدة وقلبها كان هيقف من الرعب. قربت من باب الأوضة وفتحته بهدوء، وعينيها برقت لما شافت أخوها جاي ومعاه شخصين، والتلاتة مغيبين عن الوعي وبيتميلوا، ومعاهم بنت عاهرة، وأصوات ضحكهم المقززة ملت المكان. إزاي يحصل كده؟ للدرجة دي وصل فسادك يا ابن أمي وأبويا؟ معقول ترضى بارتكاب الفواحش هنا؟ يا ربي هعمل ايه؟ هاخرج اطردهم؟ لا لا لا، خروجي دلوقتي غير مأمون العواقب، خليكي في اوضتك وهدي. قعدت تذكر ربنا، لكن فجأة لقيت اللي بيقتحم عليها الأوضة، ولما شافها نادى لصاحبه. دخلوا وكأنهم ذئاب ولقوا فريسة، كانت بتصرخ وتنادي على أخوها بصوت عالي، لكن فين أخوها؟ ضربت واحد منهم على راسه وطلعت تجري بسرعة، وخرجت من البيت في الساعة المتأخرة دي وما كانش معاها أي فلوس. فضلت تجري بخوف ورعب طول الليل لحد ما سمعت صوت أذان الفجر،
ودخلت أول مسجد قابلها، اتوضت وصلت ودعت ربها كتير. بعد كده خرجت وكملت طريقها، وأخيرا وصلت شقتها. والحسن حظها إن اليوم أجازة، وكانت معلقة مفاتيح البيت في خيط حوالين رقبتها. دخلت شقتها وقفلت الباب وراها، ووقعت في الأرض وهي بتعيط بشدة. حاولت تقف ودخلت الحمام، فتحت المية على راسها فترة من الوقت ولسه دموعها بتجري. خرجت وغيرت هدومها ودخلت السرير، لكن كانت لسه بتترعش بشدة لحد ما راحت في النوم. وليد بقى يصلي الفجر في المسجد يوميا، وفي الليلة دي شاف شفق في منامه بتجري وبتصرخ، وصحي مفزوع وقلبه مقبوض. نفض الأفكار من راسه وقام يصلي، لكنه فضل طول اليوم قلبه مقبوض. انتظرت هالة وشفق الصغيرة شفق الكبيرة، لكنها ما جاتش برغم ان ده يوم الأجازة. اتصلت بيها لكن التليفون كان مقفول، وقلقت هالة عليها جدا. جه الليل وشفق الصغيرة بتعيط علشان شفق ما جاتش. اتنهدت هالة وسألتها بضيق، في ايه تاني بس يا فوفة؟ اتكلمت الطفلة بحزن وقالت، ميس شفق ما جاتش النهاردة، هو فضلتي تقولي جاية كمان شوية وما جاتش. انا عايزة اروح اطمن عليها، انا عارفة البيت. هنروح ازاي بس؟ هنروح زي ما بروح كل يوم عندها. السواق النهاردة اجازة، هعملك ايه؟ ماليش دعوة. ورجعت تعيط من تاني، وفجأة صوت ابوها وهو بيقول، ايه يا حبيبة بابي، مين مزعلك؟ ميس شفق ما جاتش النهاردة، وكل ما نتصل بيها تليفونها مقفول، وانا عايزة اروح لها ونانا مش راضية. اتكلم وليد لأمه وقال لها، صح الكلام ده يا ماما؟ هزت هالة راسها بأيوة، يا ابني، وقلبي وكلني عليها وهموت من القلق ومش عارفة اعمل ايه، دي وحدانية، عايزة اروح لها يا بابي بليز. انتوا عارفين بيتها فين؟ اتكلمت شفق بحماس وقالت، ايوة يا بابي، نانا عارفة السكة. ردت هالة وقالت، ايوة معايا العنوان، كنت ببعت السواق يجيب شفق كل يوم من عندها. واتكلم وليد وقال، طب اتفضلوا البسوا ويلا بينا. وبالفعل ركبوا عربية وليد، وهلا وصفت الطريق لوليد لحد ما وصلوا البيت. اتكلم وليد لحارس العمارة وقال له، السلام عليكم. ورد عبده وقال له، وعليكم السلام يا باشا، اي خدمة؟ في واحدة ساكنة هنا اسمها ميس شفق، هي مدرسة. ايوة هي موجودة؟ مش عارف، بس انا ملمحتهاش النهاردة، على غير العادة انها ما تنزلش، يمكن ريحت في البيت عشان اجازة. هو مين حضرتك؟ اتردد وليد شوية وقال له، أنا واحد قريبها. بصله عبده بتعجب، ووليد راح العربية لأمه. نزلت هلا هي وشفق، ولما شافهم عبده عرف الطفلة، وطلعوا كلهم شقة شفق وبدأوا يخبطوا الباب. كانت شفق لسه في نفس حالتها المنهارة، ولما سمعت صوت خبط الباب اتنفضت من مكانها وترعشت أكتر وأكتر. قامت بتعب وقربت من الباب وقالت بصوت بيرتعش وخايف، مين؟ اتكلمت هلا بصوت عالي وقالت، افتحي يا حبيبتي، انا ماما لولي. اخدت نفس عميق وفتحت بالمفتاح وفتحت الباب، لكن بمجرد ما فتحته هو وقعت مغمى عليها. شالها وليد بسرعة وراحوا بيها على المستشفى، وبعد فحص الدكتور اتكلمت هالة بقلق وقالت له، خير يا دكتور؟ انهيار عصبي شديد. وسأل وليد وقال له، وده من ايه يا دكتور؟ اتكلم الدكتور وقال، انا المفروض اسأل السؤال ده، واضح انها تعرضت لصدمة شديدة جدا. رد وليد وقال له، احنا لقيناها كده، انتوا مش اهلها؟ ردت هالة وقالت له، لا يا ابني، هي وحدانية ومدرسة حفيدتي، وكنا بنوصل البنت عندها لقيناها كده. اتكلم الدكتور بتفهم وقال، عموما الاجابة هتفضل معاها لحد ما تفوق، او بمعنى ادق لحد ما تقدر تتكلم مع حد، انا اديتها منوم، هي محتاجة تنام. وسابهم ومشي، وهم دخلوا لها الاوضة. كانت هالة بتبكي هي وشفق، اما وليد بصلها بحزن وحيرة وبيسأل نفسه، يا ترى ايه اللي حصل لها ووصلها لكده. فضل وليد قاعد على كرسي جنبها عند السرير، وانتبهت امه وابتسمت وقالت، هالة مسكينة قوي البنت دي، يا رب شفيها وعفي عنها وقومها بالسلامة. ورد وليد وقال لها، يا رب. اتكلمت هالة وقالت، شفق ما ينفعش تفضل لوحدها تاني يا وليد، انا هقول لها بعد ما تخف تيجي تعيش معانا. عقد وليد حواجبه بتعجب وقال، تفتكري هتوافق؟ ايوه هتوافق. بصلها وليد بتساؤل ومعلقش، واتكلمت هالة برفق وقالت، هتوافق لما تتجوزها يا وليد. انتفض من مكانه وقال لها بصوت عالي، ايه ايه مالها، البنت زي الفل، واخلاقها وطبعها بسم الله ما شاء الله، وانا وشفق بنحبها، ربنا يعلم قد ايه، وهي كمان. وبعدين خلاص عينيك فضحتك وكله بان،
وما ينفعش تنكر انك متقدرش تستغنى عنها. ازاي غابت عني دي دلوقتي بس عرفت سبب تغييرك؟ رد بغضب وقال: هي مين دي اللي ما اقدرش استغنى عنها؟ لا والف لا، لا يمكن اسلم نفسي لاي واحده تاني من بنات حواء، فهماني؟ كلهم عينه واحده. وخرج بسرعه، وللاسف رجع من جديد لحياة الفساد واللهو، لكن المرة دي أشد وأكتر ألم لنفسه، لأن الرجوع بعد الهداية بيكون معاه تعب ضمير. من عجائب وجمال الطريق إلى الله إن اللي بيدوق طعم القرب ومحبة ربنا بيزيد حبه وتعلق للطريق ده، لكن لازم الاختبار. أما هالة كانت هي والطفلة مع شفق يوميا، وكانت في البداية ساكتة وشاردة تماما، ما بتتكلمش مع حد ولا بتلعب حتى مع شفق، وكل ما تفتكر اليوم إياه تعيط. ومرت أيام وبدأت شفق تهدى نسبيا، وخرجت من المستشفى ورجعت شقتها، وكانت هالة بديها هي وشفق ومعاهم واحدة من الخادمات ويفضلوا معاها طول اليوم. وفي يوم سألت هالة شفق وقالت لها ايه اللي حصل، اتملكها الحزن لكنها اتمسكت وحكت لها كل اللي حصل، وهدتها هالة وحضنتها وتنهدت هالة براحة وقالت الحمد لله انها جت على قد كده يا حبيبتي، وحمد لله على سلامتك، خلاص الكابوس ده خلص وراح، وانا معاك اهو ومش هسيبك ابدا لنا ولا. هو بصت ناحيه الطفله واتكلمت شفق بصوت عالي وقالت ماما. هي شفق مالها؟ اتكلمت هالة وقالت مالها، وشها اصفر قوي وشفايفها زرقاء، هو باباها لسه ملقاش دكتور مناسب كل ده؟ اتنهدت هالة وقالت ان شاء الله لما يرجع. شفق بصوت عالي ازاي يا ماما، صحه بنته اهم من سفرياته وشغله، هي ريت كان ليا كلام معاه كنت كلمته. بصت لها هالة بتعجب وعدم فهم، لكنها ما علقتش. وفي الفيلا قعدت هالة بعد نص الليل تستنى ابنها لحد ما اخيرا رجع بيتميل ويدندن، وفجأة انتبه لوجود امه وقال بصوت مخمور ماما لولي ايه ده مستنياني بنفسك؟ ردت هالة وقالت له يا اخي فوق لنفسك بقى، ده انا كنت ما صدقت ان حالك انصلح وعرفت سكة المسجد ووظبت على الصلاة، انت بتعاقب مين فهمني؟ ولا تكونش فاهم انك بتمنى على ربنا بتوبتك دي، الصالح صالح لنفسه وبس، بس انا خايفة عليك وخايفة على بنتك كمان، البنت حالتها بتتأخر وانت ولا على بالك، بدل ما تقرب من ربنا وتدعي ليل ونهار انه يشفيها ويرزقك بدكتور شاطر يعالجها شوف بتعمل ايه. كفاية يا ابني بدل ما بذنبك ده تتحرم منها. قعد وليد وبصلها بلا مبالاة، وقامت وشدته من هدومه وهزته بكل قوتها وضربته على وشه وصرخت في وشه وقالت له ما تفوق بقى فوق. جري وليد بسرعة على أوضته، ولحد هنا استنوني في الجزء القادم، دمتم في أمان الله.